ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم حبيباتي، إيه الأخبار النهاردة؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة وعافية. هاخدكم معايا النهاردة في المطبخ من ترويق لتنظيف لغسيل مواعين. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. طبعا هنا كنت بوريكم هغسل بقى البوتاجاز وهنضف المطبخ وهغسل ورا البوتاجاز، وكان عندي مواعين كتير جدا او مواعين بالهبل يعني زي ما انتوا شايفين كده اهو. كنت لسه ببدأ يعني، او كنت لسه بقول ايه يا هادي. هنا خلصت نص المواعين فقلت ايه ألمع الدنيا واشوف الدنيا فيها ايه. طبعا حطيت في الصابون المواعين، طبعا حطيت مع الصابون خل بيلمع المواعين جدا وكربونات الصوديوم وليمون بيخلي المواعين تبرق كده. هنا بقى بردوك نضفت الثلاجة والغسالة وقلت لمع الدنيا هنا موجودة عندي، ودخلت بردوك على الايه الحنفية قلت بردوك ايه اغسلها واشوف الدنيا فيها ايه. هنا والله يا بنات قعدت في المطبخ ده من الساعة 7:30 للساعة 10 وانا بعمل فيه حرفيا اهو زي ما انتوا شايفين. هنا كنت برضو ايه بلمع الحوض وبظبطه، فقلت بقى اشوف المطبخ ده بقى له 15 يوم كده ما اتظبطش يعني ولا مسح، فقلت بقى ايه اشوف المطبخ فيه ايه ولمعه كده بشوية خل. فنزلت الحاجات كلها طبعا اللي عليه، فقلت بقى ادعكوا زي ما انتوا شايفين كده خليته بيبرق، وجبت حتة كده فيها شوية خل وايه خليته يلمع. هنا برضو كان في شوية مواعين صغيرين فقلت اخلصهم بالمرة وانجزهم في يومي. يا ريت يا بنات لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتنوروني يا بنات في قناتي. فالنهارده بقى كان يوم يعني عالمي لتنظيف المطبخ، عشان زي ما انتوا عارفين بقى هو يوم اجازتي، فقلت انجز فيه واشوف هعمل ايه في المطبخ. زي ما انتوا شايفين بقى ايه البوتاجاز، بصوا شايفين مش قادره اقول لكم دهون رهيبه عليه. يلا ربنا يقويني واخلص ايه على خير يعني. هنا بقى كنت ايه بردك في المطبخ في البوتاجاز يا ربي، فقربت انجز يعني الحمد لله. فضلت ادعك في العيون وادعك في البوتاجاز، وهو كنت هنا بردك قربت اخلص اهو ورا البوتاجاز. بردك حاجة رهيبة، حاجة صعبة يعني، اي اكل بيقع ورا البوتاجاز، جنب البوتاجاز، الناحية التانية في البوتاجاز، حاجة كده غريبة. فقلت برضو هنضفه ولمعه وامسح ورا البوتاجاز يعني بالايه بالحتة وكده، وخليته زي ما انتوا شايفين الحمد لله فل الفلة. هنا برضو كنت بوريكم محطة المترو بتاعت امبابة جنبنا بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، بس لسه متفتحش يعني، هما بيجربوه رايح جاي بقى زي ما انتوا شايفين كده، بيجربوا العربية بتاعت المترو في الرايح والجاي. اهي المحطة هي بنات، دي اخر محطة امبابة، وجنبنا كمان محطة قطر. عايزة اقول لكم يعني جنب محطة المترو محطة قطر، بس دي محطة المترو الجديدة. تمام، بس هنا كده كنت قربت انجز برضك واخلص، قلت امسح المطبخ بقى بالمرة عشان في مية وفي رفس وكده، فقلت اخلصه كده الحمد لله. كنت خلصت هنا يا بنات. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك للقناة، هتنوروني يا بنات. اهو هنا كمان كنت خلصت الحمد لله، فقلت ايه كويس اللي انا خلصت برضو الساعة 10 قبل صلاة الجمعة،
وهنا كنت خلصت الحمد لله البوتاجاز وحطيت الحلال عليه، حلة فيها عدس وحلة فيها زيت. اهو الحمد لله يا بنات، كنت خلصت بقى هنا المطبخ، وهو بوريكم اهو. يلا يا بنات ما تنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم.